لنا وحياتها خيمة قديمة ونفصلها له. والله العظيم ثلاثة حالك حالك اول اتحشيه. يا جدع هنا علاج الاستاذ اسكت افتح بقى كويس. عندك هنا حشو دس لازم اعمله لك دلوقتي. البركة فيك اهدي وانش. لا دي مكنة عشان تحشي اسنانك افتح بقى كويس. يا عمليات يا حبيبي ما تخش ازاي بس يا دكتور؟ خطوة بس يا ابني. قول له علامات عسكرية. مفتوحة منين دي؟ هي ايه يا فندم؟ العلامة. علامة؟ ايوه. علامة الخلف. العلامة يا عسكري. حاضر. والعلامة دي محطوطة فين يا فندم؟ اللوحة. واللوحة محطوطة فين؟ الحيطة يا عسكري. يا نهار اسود وهو كمان في حيطة؟ انت بتستعمى ولا ايه؟ لا يا فندم. هتبص ولا لا؟ حاضر يا فندم. مفتوحة منين؟ اللي هو لوحات ودك هي مفتوحة منين؟ بص قدامك وانت شوف. حاضر. مفتوحة منين دي؟ فندم خلاص. انا شايفهم كله. كويس قول. مفتوحين من الوسط. تستعبط ولا ايه يا عسكري؟ لا يا فندم. ما تبصش قدامك. حاضر. مفتوحة منين دي؟ ايوه بس اقعد. حاضر. بص. بص على طول. بص قدامك. مفتوحة منين؟ تحت. ايوه. شمال. ايوه. يمين. هلأ. يمين وشمال وفوق وتحت. طيب يا عسكري. ما انت مش شايف يا فندم. بص تحت. جرى ايه؟ بص كويس. ما انا بس. كويس؟ جرى ايه يا عسكري؟ عسكري مشيلش حاتم. عسكري جمال الدين بركه. عسكري عبد الفتاح عطيه. عسكري ماركو ابراهيم. عسكري جابر محمود. عسكري زكي عباس ابو نواس. عسكري عبد العزيز شرشوح. عسكري عوكل سويلم منفلوطي. عسكري حسين عبد الوهاب المسدس. افندم. عسكري نور الدين محمد اسماعيل. افندم. طاهر يوم باشا الجماعه الاولى. حاضر يا فندم. كله شيل المخل. يلا يا عسكري صور. اخلص اليمين. الله 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 الله. ايه ده؟ اخلص عسكري اهو. يا عسكري استنى. حلمك يا عسكري. والله العظيم عال قوي. شيل يا عسكري. اخلص عسكري شيل. الله. اليمين دول يا عسكري. يمينك يا عسكري. ما انتش عارف يمينك فين؟ دي. ايوه ايدك اللي بتطرقع. هي دي اللي ما بتطرقعش. لا يلا اليمين دول. معتاد المارش. كل يوم المخل انا. يا عسكري
نزل ايدك. اخرس. هو انا قلت حاجه؟ اخرس. اديني خرست اهو. انا معرفش حد هنا. هنا عسكريه، هنا ضبط، هنا ضبط. فاهمين؟ فاهمين. ما بتردش ليه؟ ما فهمتش؟ انا يا فندم فهمت الضبط، انما الربط لله في لله ما فهمتهاش. الضبط والربط هم روح العسكرية، يعني الطاعة، النظام. نزل ايدك. احترام اوامر الجيش وتنفيذ اوامره، واهم شيء، اهم شيء احترام الرتبة الاعلى وإطاعة الأوامر إطاعة عمياء. مفهوم؟ مفهوم. دور يا أم باشا على ميز الأكل. ما تتفضل أمانة يا شوش عطية. اخرس. انصرف يا عسكري. عسكري. بتتكلم باللويندي. اسمك ايه؟ اسمي زيزو. زيزو. لا مش ممكن، مش ممكن. فين الارداف؟ كسوه كسوه. فين عيش الفينو؟ انا عاوز ترابيزه لوحدي. الوهاب بنفسه قال لي سيب الاكل واسمعني. ما سيبش الاكل. اسمع الاوامر واسمعني يا عسكري. احنا سيبنا الاكل افندم. ساعة ما يخش عليكم ضابط ولا صف ضابط وينادي ويقول اسمعنا. اخرس يا عسكري. حاضر يا فندم. وينادي ويقول ثابت. انا اللي ثابت ما فصل. اخرس يا عسكري. كل واحد منكم يسيب الاكل ويثبت مطرحه عشان يسمع الاوامر. مفهوم؟ مفهوم. اشتغل. اشتغل ازاي بس؟ مش اما الواحد ياكل. كل واحد منكم يسمع الندى اشتغل يرجع للحاله اللي كان عليها. اشتغل. ثابت. اسمعوا كلكم، الطوابير هتبتدي من بكره، وحيث النهارده اول يوم لكم في مركز التدريب فيعتبر يوم راحه. الساعه 7 مساء 10 والساعة 9 هتضرب نوبة رجوع. أول ما تسمعوا النوبة دي كل واحد يلزم العنبر بتاعه، وغير مسموح لأي واحد بالخروج بعد سماع النوبة دي لأي سبب من الأسباب. فاهمين؟ الساعة 9:15 هتضرب نوبة نوم. أول ما تسمعوها تروحوا على النوم على طول، كل واحد في سريره. طبعا سرير اللي في البيت. لا اللي في العنبر. اشتغل اشتغل. ثابت. يا فرطوس صعلوك. لتكن مشيئتك. ثابت.
انا زكي عباس ابو النواس الشهير بترمس. سيادتك الله، ما قلنا لك زكي عباس ابو النواس. قف سيادتك الله، جرأة يا دفعه، انت سمعك تقيل كده ليه؟ بقول لك زكي عباس ابو النواس. يوب يا عسل. ولا حاجة يا فندم، الراجل الحارس بيقول لي من انت؟ قلت له 3 مرات زكي عباس ابو النواس، مش مخلص. لما الحارس عرضك ولقيتنا انت ترد عليه وتقول امين. امين ازاي اذا كان انا اسمي زكي؟ امين ده الرد المصطنع عليه. اي لما اقول لك امين ما تحركش من مكانك. أه. لما الحارس يقول لك تقدم. طب يا سيدي كتر خيرك. سابق عارفها دي بتاعت الاكل. تعالى عسكري ناخد. اوه وبعدين بقى؟ بعد نوبة توم. ايوه. ما تسيبش العنبر بتاعك، مفهوم؟ مفهوم، بس دي حاجة ما تتعملش في العنبر ابدا، دي حاجة. العنبر بتاعك يا عسكري. عسكري روح العنبر بتاعك. يا فندم ما هي اصل الحنبر ما تنفعش. فيه يا عسكري، تعالى خد. يا فندم. تعالى عسكري. سيبني يا فندم. تعالى عسكري. انت وهو جهز نفسك منك. لو انت يا عسكري في حاجة يا ازي عسكري بلح مياع؟ من فضلك انا ما نمتش طول الليل ومن حقي يا الكسر حقوقك. سيد ولبس حشرة. ها بتقول ايه يا عسكري؟ بقول حاضر. ايوه ما شاء الله لقيته شريفة. ترمش. ايوه امك مين فيز؟ شوف مين بيكلمك. صباح الخير يام يام باشا. يا شويش يا شويش. انت يا عسكري انت على عيونك يا شويش عطية. صباح النور يا استاذ حسين، سهرك ابيض اهو كده. النشاط مش زي الدنابلة. واحد اثنين شد حيلك يا ميمون. رئيس 13 14 ايه ده نصك عسكري؟ خد بالك شويش،
اصله بياع عرق سوس يا فندم، ووسطه معوج من شيل الجدره، ويلزم وقت لحد ما يتعجل. بلاش كلام فارغ، اقعد وسطك، خد كتافك لورا، بص فوق، علم الخط. يخرب بيتك، لازم تبيع الاسوس، ما كنت تشتغل ساعه. طيب كويس كويس، حسين وقت اطلع في دور عسكري نمره اثنين، خد قدامك عدد المارش بالعدد يا جماعه. ايدك اللي بس بلاش حركه نمره ثلاثه، بعدين نمره اربعه، بعدين عسكري نمره اربعه، اثبت ايدك اليمين قدام ورجلك الشمال قدام، وبعدين عسكري نمره اربعه، رجل الشمال قدام، ايوه الرجل الشمال قدام والرجل اليمين ورا. تمام امشي عسكري، خطوة لقدام، بلاش حركة نمرة أربعة، تمام حرك حرك بسرعة قدام، رجلك اليمين قدام رجل ورا فيك، بلاش كده شغلته كتير، بص كويس، ايوه كده بص فوق كله، معتاد المرش بالعدد، تمام اثنين.